تفتكر مين هو صفقة الكورة؟ لعيب أكيد مش مصري، أكيد لعيب أفريقي. غريبة يعني. عبد الله سيد بحسن من ساموليتو كمان، ساموليتو هيجي يعمل ايه؟ التوقعات الاكبر بتروح ناحيه جنابي ميكيل، بس هو في الصفقه كلها فيها مشكله بسيطه. احنا في شهر 3 اول موسم انتقالات هيبدا، اللي هو موسم انتقالات صيف هيبقى في شهر 8. ايه الفكره في الاعلان عن الصفقه دلوقتي؟ يعني الشخص ده ايا كان مين هو اللي هيجي وهيقعد 5 شهور بيتدرب، مش هيقدر يشارك. عبد الله سعيد صعب لان هو هيبقى مش هيقدر يلعب مع الزمالك في افريقيا، مش هيقدر يشارك، هيقعد 5 شهور دول تقريبا في البيت. فلو هي صفقة زي ما بيقولوا خامة بليت جنابي ميكيل، هتبقى حاجة أفضل شوية بالنسبة له. عبدالله السعيد إن شاء الله، لأن طلعت أخبار كتيرة أن عبدالله السعيد جاي ومرتضى وبتاع، وفضل يقولك ده خلاص هيمضي ومش هيمضي، بس فأنا بقول يعني أنه عبدالله السعيد. والله الأقوال كتير، بيقولوا عبدالله السعيد، بيقولوا أفونا، بيقولوا صالح جمعة، بيقولوا سامو الإتو، فإحنا مش عارفين مين. المستشار بقى مرتضى هيطلع يعلن الموضوع دوت، نشوف من صفقه القرن يعني. لو عبد الله السعيد ممكن يضحي، لا هيخسر كتير، هيخسر كتير جدا يعني كتير. الموضوع مش موضوع فلوس. اي نعم احنا في زمن دلوقتي كله فلوس، بس الموضوع مش موضوع فلوس. انت هتضحي بجماهيريتك وهتضحي بشعبيتك، ما اصلا الحضره عملها قبل كده، راح فين دلوقتي؟ بيتمنى يرجع النادي الاهلي تاني. شكرا. انا اعتقد كابتن عبد الله راح النادي المنافس هيخسر حاجات كتير قوي، هيخسر شعبيه جامده جدا بالذات من جماهير النادي الاهلي. بتقول ان اللي جاي صامو ده فعلا جاي فين؟ يبقى هارد لك نادي الزمالك. هقول لك ايه، انا بهارد لك مصري، بس الفكره مش في كده. الفكره ان انت هل الصفقه دي هتجيبها هتفيد النادي ولا مش هتجيبه؟ يعني في ظل الظروف اللي انت فيها دلوقتي، ان انت عشان تجيب لاعب وتدفع فيه رقم خرافي، هل ده هيفيد النادي؟ احنا مثلا مش في مصر، ما عندناش القوه ان احنا لما نشتري لعيب بالصف بقيمه غاليه ان هو يجيب لنا القيمه دي في مثلا تيشيرتات، اعلانات، الكلام ده كله. فاحنا شايفه ان هي ملهاش لازمه حتى لو جابوا ميسي. حتى انا بالنسبه لنا صفقه القرن ان شاء الله هو مرتضى منصور، الراجل اللي يجيب ويجي يمسك نادي الزمالك ويجيب الصفقات اللي احنا عايزينها ويجيب الصفقات المحترمه. ما يفرقش معانا هو هيجيب مين، لانه عنده النيه ان يكبر بنادي الزمالك ويجيب بطولات لنادي الزمالك بلاعيبه مميزه ولاعيبه محترمه. بالنسبه لصفقه القرن انا بالنسبه لي عبد الله السعيد، ولكن لو اي لاعب تاني زي ما انا قلت لك، اي لاعب بالنسبه لي حاجه كويسه جدا طول ما في مرتضى منصور. ومش هننسى ناديك وناديك، ومش هننسى لما كنا بنجيب خنجر وبنجر واللعبة التعبانه دي، وكانت بتقعد 3 4 سنين. والكلام ده انا بوجهه وبالذات لاولاد نادي الزمالك، اولاد نادي الزمالك اللي لا يبقوا فيها لا يخفوها. ارحمونا بقى، ارحمونا والله العظيم. ثلاثه، هو اولا لازم يبقى لعيب مصري لاسباب كثيره جدا. رقم واحد ان الزمالك لا فيه يورو ولا فيه دولار، وإذا كان في يورو ودولار واشترى فلازم النادي اللي هو بيشتري منه بيعلن ان هو بيع. يعني مثلا كلام يوسف المتسكلي، عشان اروح اجيب يوسف المتسكلي من قطر لازم تعلن ان هي بعته. جورني اوبي ميكيل عشان اروح اشتريه يبقى لازم النادي التركي يعلن ان هو باع، النادي الصيني. فهو لعيب مصري. احمد فتحي النهارده جدد. طيب حسين الشحات المقصر رافض. ما فيش غير واحد. يعني يا عبد الله السعيد، اي حاجه غير عبد الله السعيد هتبقى صفقه عاديه جدا.